على اي حال خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، واحنا داخلين على سنه جديده خلال ساعات قليله من دلوقتي كان لازم نشاور كمان على الابتكارات والاختراعات المصريه اللي دخلت حيز التنفيذ والتطبيق. واحد من الابتكارات دي هو جهاز استشعار حيوي للكشف عن الفيروسات المعويه بدقه فائقه السرعه. جهاز ابتكره مجموعه كبيره من الباحثين والاساتذه في معهد بحوث الالكترونيات. خلينا نعرف ايه حكايته بالظبط، ازاي هيتم تطبيقه مع اول شهور السنه الجديده. ده اللي نعرفه من ضيفتنا دكتور عصمت عبد الفتاح، الاستاذ الباحث بمعهد بحوث الالكترونيات، منورانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور، وكل سنه وانت طيبه. كل سنة وحضراتكم طيبين، وسنة جديدة ميلادية سعيدة إن شاء الله، مليانة بالصحة والعافية عليكم كلكم يا رب. يا رب إن شاء الله. طيب في البداية دكتور خلينا نعرف بقى كده من حضرتك، يعني خلال الساعات الأولى خلاص اللي هنستقبلها، قولي يعني أكتر تفاصيل عن هذا الابتكار اللي خلاص هيشوف النور خلال الشهور الأولى من 2023 إن شاء الله. هي طبعا الفكرة إن إحنا عايزين نعمل اكتشاف لأنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات في العينات البيولوجية. العينات دي قد تكون لإنسان، قد تكون لحيوانات، قد تكون لطيور، لأي حاجة. إيه اللي جت الفكرة من كده؟ إيه؟ إن دايما الفحوصات الطبية دي بتتعمل في معامل تحاليل فيها أجهزة غالية، والواحد بينتظر ممكن 24 ساعة لحد 72 ساعة على بال ما تطلع له النتيجة. كمان بتبقى غالية جدا، يعني العينة الواحدة بتتكلف كتير، زي ما شفنا أيام كوفيد 19 العينة الواحدة كانت بتتكلف من 600 ل 2000 جنيه. وكمان بتبقى محتاجة لتكنيشنز متدربين عليها. كنا عايزين نعمل جهاز يكون سهل الحمل، يعني وزنه قليل وحجمه قليل وسهل ان احنا ننقله في اي مكان، خصوصا المناطق النائية اللي ما فيهاش معامل تحاليل، وتطلع النتيجة بسرعة وما نكونش محتاجين لتكنيشنز متدربين. ده كان هو الهدف الأساسي من الابتكار بتاعنا. الحقيقة كانت طبعا هي فكرة، وكنا مجموعة بحثية، وكان فيه تعاقد بين معهد بحوث الإلكترونيات وبين أكاديمية البحث العلمي. أكاديمية البحث العلمي هي اللي بتمول البحث، والمعهد عنده الفاسيليتيز أو عنده الإمكانيات اللي ممكن نعمل فيها البحث ده. بس زي ما حضراتكم شايفين هو بحث محتاج مهندسين في الإلكترونيات والاتصالات، ومحتاج ناس متخصصين في البيولوجي، جبناهم من فاكسيرا ومن جامعة الأزهر كلية العلوم قسم بيولوجي والمعهد القومي للأوراق. دكتور عصمت، يعني بعد صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. بعد صباح الخير يا دكتور عصمت، وكل سنة وحضرتك طيبة طبعا، يا رب سنة سعيدة على حضرتك والأسرة. عاوزين نعرف من حضرتك يعني إيه الدافع اللي خلاكم تشتغلوا على هذا الجهاز، وعاوزين نعرف كمان بما أن حضرتك يعني تحدثت عن فريق العمل اللي بيضم مجموعة من المبتكرين والمهندسين أيضا المتخصصين، الجهاز ده أخذ وقت قد إيه في تنفيذه؟ الحقيقة أن الجهاز ده خد حوالي سنتين، ونتج عنه طبعا ان احنا سجلنا براءة اختراع في المكتب المصري، وفي نفس الوقت كمان نشرنا منه 4 أبحاث في المؤتمرات الدولية والمجلات العالمية المتخصصة. البحث ده كان بيعتمد على حقيقتين. الأولانية انه الفيروس او البكتيريا بتلتصق تماما بال أجسام المضادة بتاعة نفس المرض. الحقيقة الثانية إن لما يكون عندنا سنسور، يعني مستشعر، بنقدر نغير الخواص بتاعته لما بتتغير الظروف بتاعته. وبالتالي إحنا حبينا نستغل الحقيقتين دولت في إن إحنا نعمل الجهاز بتاعنا. أول حاجة كان علينا إن إحنا نعمل ديزاين للمستشعر بتاعنا،
عبارة عن شريحة صغيرة، واحد بوسة في اثنين بوسة، مصنوعة من مادة ألومنا رفيعة جدا، 1.3 ملي. وبعد كده عملنا ديزاين للمستشعر باستخدام برامج معينة، وبخرنا الميتال عليها اللي هو طبقة من الكروم وطبقة من النحاس وبعدين طبقة من الذهب رقيقة جدا. وبعدين وصلناه بجهاز اسمه المحلل الشبكي الجيبي اللي هو بوكيت في ان اي، علشان يقيس البروبرتيز بتاعته، يقيس الخواص بتاعته. الخواص دي عبارة عن معامل الانعكاس والتردد وزاوية التور بتاعت معامل الانعكاس دوا. وبعدين طبقنا، طبعا كان لازم يحصل ايه فلو للسوائل دي، فكان لازم يبقى فيه مايكرو بامب وفي سيليكون تيوبس وفي شويه اجهزه. انا مش عايزه ادخل في التفاصيل العلميه قوي، انما اول ما طبقنا الجهاز دوا طبقناه على نوعين من البكتيريا اللي هم السالمونيلا والسولا، وكمان طبقناه على نوعين من الفيروسات اللي هي الفيروس روتا، وده بيسبب الإسهال الشديد وأحيانا بيسبب الوفاة، والفيروس بتاع شلل الأطفال. ادت نتائج كويسة جدا. جت بعد كده الجائحة بتاعت كوفيد-19، فقلنا يبقى لازم ان احنا كمان نستغل الفرصة دي في ان احنا نشوف الجهاز اللي احنا ابتكرناه دوا يصلح للفيروس بتاع الكورونا ولا لا. طبعا دكتور عصمت عبد الفتاح بنشكرك جزيل الشكر، والشكر موصول طبعا لكل فريق العمل اللي اشتغل على هذا الجهاز. بنشكرك مره ثانيه استاذ باحث بمعهد بحوث الالكترونيات، وكل سنه وحضرتك بخير.